اهلا بيكم، صباح الخير. النهارده هنتكلم عن دور الاشعه التداخليه او الانترفنشنال راديولوجي، الدور الكبير اللي بدات تلعبه الاشعه التداخليه او الانترفنشنال راديولوجي في مجالات كتيره جدا. ايه هي الانترفنشنال راديولوجي؟ احنا عارفين الانترفنشنال راديولوجي ده فرع من فروع الطب، بنستخدم فيه اجهزه الراديولوجي المعروفه زي الالترا ساوند، زي السي تي، زي الام ار اي، زي البلين اكس راي وجهاز القسطره، الجهاز الانجيوجرافي او جهاز الكاتيتر، في ان احنا بندخل ادوات دقيقه جدا زي الكاتيترز، زي البروبس اوف راديو فريكوانسي، المايكروويف بروبس، عشان نعمل عمليات غير جراحيه. مهم جدا مفهوم الانترفنشنال راديولوجي انه ذيس ار نون سيرجيكال اوبريشنز، هي عمليات غير جراحيه. يعني ايه عمليات؟ يعني بينطبق عليها كل ما ينطبق على العمليات الاشعه التداخليه، بتتعمل في غرف مجهزه اسمها غرف الاشعه التداخليه اللي هي الانجيوجرافي سويتس او غرف الانجيو او الكاث لابس، غرف القسطره، او حتى في غرف اجهزه الاشعه المقطعيه والموجات الصوتيه اللي بتبقى مجهزه للاشعه التداخليه. هذه الغرف لازم يكون فيها تجهيزات تخدير، لانه بعض عمليات الاشعه التداخليه بتجرى بالتخدير النصفي او التخدير الكلي. طبعا في معظم او جزء كبير جدا من عمليات الاشعه التداخليه بتجرى بالتخدير الموضعي. الاشعه التداخليه لعبت دور مهم جدا في علاج حالات كثيره، طبعا من ضمن الحالات اللي احنا عارفينها كلها دور الاشعه التداخليه في علاج اورام الكبد، التريتمنت اوف هيباتوسيلر كارسينوما اتش سي سي، عن طريق الراديو فريكوانسي ابليشن او المايكروويف ابليشن او الترانس كاثيتر كيمو امبولايزيشن، وحديثا جدا الترانس كاثيتر راديو امبولايزيشن اللي بنحقن فيه ماده مشعه هي ماده الايتريوم 90، وبتستخدم للحالات الادفانسد من حالات الاتش سي سي اللي بيبقى فيها تيومورال انفيجن للبورتال فين، وده ادفانسمنت ما كانش موجود قبل كده في حالات الانترفنشنال راديولوجي. الانترفنشنال راديولوجي دلوقتي بتلعب دور مهم جدا في علاج الاورام الليفيه اليوتراين فايبرويدز، في علاج تضخم البروستاتا بروستاتيك بناين بروستاتيك هايبربليزيا من خلال بروستاتيك ارتري امبولايزيشن، وحاجات كثيره جدا حديثه جدا. جزء كبير من البون تيومرز بيعالج دلوقتي بالسي دي جايدد راديو فريكوانسي ابليشن، وده محور الكلام هيبقى في مؤتمر النهارده. ثانك يو، شكرا جزيلا.